العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية لستيفن كوفي. العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية هو كتاب تنموي شهير لستيفن كوفي، يقدم فيه خطوات عملية لتحسين الأداء الشخصي والمهني. يركز الكتاب على بناء العادات الإيجابية التي تساهم في النجاح المستدام، مثل أن تكون مبادراً، أن تبدأ بنهاية واضحة، وأن تضع الأوليات أولاً. من خلال تقسيم الكتاب إلى سبع عادات أساسية، يتعلم القارئ كيفية تنظيم وقته واتخاذ قرارات أفضل، والعيش بطريقة أكثر توازناً بين الحياة الشخصية والمهنية. الكتاب يشجع على التنمية الذاتية من خلال تفكير مستمر في التحسين والتحفيز الذاتي. العادات السبع هو دليل للقوى الداخلية التي يمكن أن تغير مسار حياتك.